أخبار اليوم. أخي تبدأ اسمه محمد أنور السادات. أنت بتقول يا محمد اشتكيتني للسيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس مجلس الموالي. هو أنا شفتك في البرلمان؟ أنا عايزك لو أنت راجل من ظهر راجل تروح تعمل بلاغ للنيابة العامة. أنا بقى اللي أعمل كده يا أخي. شوف الأرض اللي أنت خدتها بملايين من الرئيس سليمان وقتها راجلك. مين راجلك؟ مصيت دم المصريين. افكرك انت مش عارف كنت وكيل نيابه لما كنت انت وزير الله يرحمه متهمين واحمد شمسي خفاجه قال ان المخدرات كنت بتجيبوها في الخشب وانتوا افسدتوا الحياه السياسيه هو انت نسيت انا كنت وكيل نيابه في القضيه ما نسيتش انت بتقول ان انا موجوع عشان ابني اللي كنت ضد ابني ما شرفتنيش واحد تجاره المخدرات كلها ثوره وتجاره المخدرات كلها للمحكمه اللي قال ما يشرفنيش شرف كان احمد اللي اشرف منك من عمرو شكري خلي بالك ما عندناش حد بيتاجر بالاسعار ما عندناش حد بيتاجر براضي ما عندناش حد 3 مليون يورو عشان يروح يشتري سيسي في المانيا وانا بقى هطلب تحريات امن وطني ومخابرات ولو كلمه بالله انا بديها عليك مع سعيد حساسين كذب انت مين بتدرب النيابه العامه انا بقى اللي عامل لك بلاغ وبعدين اجتمعت يوم السبت عشان بس اقول لك انك متغامر. يوم السبت عملت اجتماع مع محمد فايق المتآمر. المتآمر. ازاي الرئيس ده فوق انسان؟ او مجلس قومي فوق انسان؟ محمد تناسي انك دخلت السجن عشان مؤامره. انت عارف المؤامره كانت ضد مين يا استاذ محمد يا السادات اللي انت عارف المؤامره ضد عمك. كان مؤامره عمك المحترم بطل مصر السادات اللي بيتبقى منكم قبل وفاته وعنده ميدالية على الوفاة. أنت اجتمعت مع محمد فايق وجيت الدكتور نبيل نبيل حلمي أنا أعتقد ولا فين في مصر الجديدة في مكتبة السودان المبارك وكنت واقف معاك أستاذ عاطف وخليل وهالة وسعد عشان تعملوا مؤامرة في لجنة حقوق الإنسان وتستعجل المجلس القومي إزاي ده هيجي ده هيفتحها. محمد فايق أشكالك أنت في السجن أنت متآمر انت متآمر وصدر عليك حكم انك متآمر ضد الدولة. سيد المحترم اسامه بيه الدرويش مسح بكرامته الارض. قالت له المنتدى المفروض اشرف منكم. محمد انا اللي عامل لك بلاغ للنيابة العام عن التمويل الاجنبي، عن الارض اللي خدتها، عن الفنادق اللي في الغردقة وشرم الشيخ والكباريهات اللي مفتوحة ها؟ وجمعية السادات اللي بتتمحى فيه وكان ما يشرفوش ان انتوا بالعيله. محمد احترم نفسك. بس اقول لك ايه؟ اموالك كلها فساد مخدرات واثار. ده مش انا اللي قلت للمحكمه. وانت كنت قاعد في المحكمه في المحكمه في القفص. العلم فيك، العلم في الدوله اللي طلع اشكالك من الواحد طلعها من الثاني. ولا هتجيب ناس تخطفني زي ما بتوع الاثار خطفوا البيت وطلبوا فدية ابتدت كلها اثار في اثار ها؟ وانت محمد الفايق انت مكانك في مزبله التاريخ وتعيينك رئيس مجلس الحقوق المجلس بتاع القومي بتاع الانسان دوت ازاي تتفهم ان انت اقامت على الدوله واقامت عليه راس الدوله هو مين بقى؟ البطل الزعيم انور السادات عمك يا محمد عمك وده ما عملت البطل تروح تاخد طلع عمك يا اخي ما تروحش تاخد طلب، مش انت عصبة. تعمل الخطة دي يمين وشمال. مع احترامي طبعا لعيبتك زين، دول ناس مختلفين تماما. طلعهم من الموضوع. دول ناس مختلفين. روح حط رقمك يا محمد. مش عمك انت برضه. وانت راجل فلاح بتعرف طار. وانت عارف مين انا عمك. والطار بيمد سابع ها؟ امام الاستقامه هو انسان يا جدع يا بتاع انت اللي اسمك فايق بلاش انا انتوا موضوحين ما تشوفوا فيه شوف حتى الاجتماع السري اللي انتوا عملتوه حتى قلت لكم ما تجاوبش ما حد بيتعرض قرار ست اللي بيتراجع وبعدين انا عايز اعرف هو مش هتقول مجلس قومي يكون انسان ده ملوش علاقه بلاش تكون انسان انت مالك مالك عايز سليم العافيه ليه؟ عشان التمويل الحنفيه سافره ورحمه السادات العظيم اللي انا بحبه وبعشقه اللي ابنه ومراته عملوا بيان وما قالوش
وتبرعوا منك ورحمه امي بالسادات المحترمه. انا اللي عامل لك بكره بلاغ للنائب العام عن التمويل اللي خدته عشان تعمل اكاديميه الشباب عشان تشتم وتقل ادبك على البلد. 3 مليون يورو مره، 250,000 يورو مره، والفلوس عملت مين؟ سفير الماني كمان، سفير الماني. انت لو قريت الكذب اللي انا قلته، بس انا بقول لك محمد موثق مش مقتدر باي كلام. انا بقى اللي راح النائب العام، وبعدين انا طرحتك قدام مصر كلها. ايه يا عم الدكتور احمد عواد كان ده في البرلمان، والدكتور احمد في الاحال هيجيب الخبازار الرد على الكلاية؟ لا، انت انتهى العهد ده بقى. وبقول لك فوق، انا اللي رايح قلت للنائب العام، لو حط من اللي انا قلته والاجتماع على سرينا مطعم السمك والسفاره الالمانيه طلع في كلمه كذبه وغلط اتحكم، انما لو مفضوح يا مرشوم.